والدي كبير في السن وعايش عندي ولديه مبلغ من المال، وقال لي إذا مت فالمبلغ لك ولا تعطي إخوتك شيء، وهل يجوز هذا الأمر؟ لا، هذا لا يجوز، وهذه الوصية باطلة. وإذا مات فالمال يكون ميراثا لورثته على ما قسمه الله سبحانه وتعالى، والوصية هذه باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ليس لك إلا ميراثك.